نيجي للابيتايزر. عندنا شوربه، بنبتدي عاده مقبلات في المطعم، مش حرمكم من حاجه. مقبلات الاول اللي هنحضرها دلوقتي الشوربه والمندش، كله على المنيو النهارده. عندي هنا زي ما بنعمل اي بانيه عادي، دقيق، بيض، حطيت له شويه ملح، هات نحط له رشه فلفل اسود، وعندي اي نوع بقسماط. انا النهارده اخترت بقسماط اسمها البانكو، وهي بقسماط يابانيه بس من عيش عادي، يعني لب العيش الابيض بس بعد ما ينشف من غير ما يتحمص بنكسره. عندي المشروم متقطع شرايح عريضه شويه، بس انا هحط على البانكو شويه ثوم بودره وبصل بودره يديها طعم، وعلى الدقيق كمان، وبس هنقلبهم تقليبه سريعه ونبتدي نعمل البريدنج. اذا دقيق، بيض، بقسماط، والمشروم. من الابيتايزرز اللي حلوه جدا وحلوه جنبها صوص الجبنه الراكفور اللي هو البلو تشيز مع بنخفها بالزبادي. فاقوم واخده المشروم على الدقيق، هاتوا ناخده كله كده، بنلفه كده لفه بالدقيق، وده بيخلي البيض يلزق عليه اكتر، على البيض، على البانكو، على زيت سخن. احنا مش محتاجينه يستوي خالص، هو يدوبك الحرارة وتحميرة البقسماط لانه هو بيستوي بسرعة جدا. هنقوم حاطين البانكو عليه وعلى الزيت على طول. هنعمل الصوص حالا مع بعض بالهاند بلندر. دي من الابيتايزرز اللي الاولاد هيحبوها جدا، وطريقه لذيذه نحببهم بالمشروم. انا بنتي كانت بتكره المشروم، اختي الصغيره برضو ما كانتش تحبه، هما الاثنين سبحان الله اختي وبنتي مولودين بنفس اليوم 9 فبراير، بيحبوا حاجات زي بعض، بيطلع في عندهم اطباع زي بعض، فانا قلت لا مش هسيب بنتي ما تحبش المشروم. احنا عايزين نقلب بسرعه، يتحمر بسرعه جدا. ف يعني عرفتها على وصفات، بجد دلوقتي هي غرامها المشروم بقى. الحلقه دي كلها اهداء للين بنوتي. تاخد وقت انه نعود ولادنا على حاجات مش بيحبوها، بس مش مستحيلة. الحاجات على فكرة يعني اول حاجة عشان تحببوا ناس، مع انها مش امثل طريقة للطهي، القلي، التحمير. احنا هنطلع دول هنا، بصوا لونهم، بصوا حلاوتهم، شايفين؟ بصوا لونهم يجنن على طول على ورقة الزبدة. والقطعية دي لما تقطعوها كده احلى ما تبقى المشروم كاملة، بتقرمش بطريقة احلى وبتاخد مسطح اكتر للتحمير. طيب احنا لحد ما يتحمر المشروم في دقيقتين ونص لنهاية الحلقة، كالعادة لازم نتزنق بالاخر، شوية زبادي، زبادي عادي مش لازم يوناني، على قطعة جبنة ريكفور حادة الجبنة دي، فمش هنحط كتير، انا بحبها جدا، دي من الحاجات اللي انا بقى ما كنتش بحبها وبقيت احبها. هنعمهم بالهاند بلندر من غير ملح ولا اي حاجه، لانه الجبنه الريكفور حادقه، تتحول على طول لديبينج صوص، وبتليق جدا جدا مع الوصفه دي. عندنا هنا طبق الصوص، هنحط الصوص هنا، بصوا ياخد لون مخضر كده خفيف، والمشروم حمر تحميرته تجنن، بصوا لونه يهبل. هنحطه هنا، نجيب تحميره من الناحيه دي كمان. حلقتنا هتفضل على اليوتيوب، على الفيسبوك ميشو تي في، قعدتها الساعه 3 العصر على القاهره وانا 2. هجيب صينيه اصغر شويه ونحط قدامنا هنا حصاد حلقتنا للنهارده. بصوا الحلاوه، صورة الطبق ده، مطاعم ولا مش مطاعم؟ مفيش أي حاجة، هدوق معاكم أهو، مفيش أي حاجة عملتها هنا كانت جاهزة قبل الحلقة غير سلق الباستا. كويس إن الحلقة قربت تخلص عشان آكل، عجبتني جدا. نروق مطبخنا، إيه رأيكم ندوق الشوربة؟ أنا صورتها أوريدي عشان تنزل لكم على الفيسبوك. ناخد معلقة، نطفي النار بس على الزيت، نروق المطبخ بسرعة. ناخد الطبق ده، هيا بنا تعالوا كده ناخد، بصوا معاها الجبنة. اوه بسم الله. هي صراحة
اسمها فقرة التعذيب، وناس بتقابلني في شهر تقولي حرام عليك يا شيف بتعذبينا، بس بقول لهم بعد ما تعذبوا قالوا الصراحة بنتشجع وبنقوم على طول على المطبخ أو على السوبر ماركت أو على الأبليكيشن ونطلب المقادير وبنطبق الوصفات، لأنه بجد النهاردة يا جماعة دي تفتح مطعم، دي منيو من مطعم لازم تجربوا الوصفات بقى.